اشتريت عدسة نايكون مستعملة اي اف 75 240 ملم فيها فتحة بؤرية في 32. الباقي اخبرني انها تمتلك اوتوفوكس، وحتى عندما ابحث على جوجل اجد انها بها اوتوفوكس، وامتلك كاميرا نايكون 5150 وما عم بيعرف كيف يشغل الفوكس. فجأة سألته للشخص مع العلم انه عنده الكان 1855 دي اكس عدسة كروب فريم وعم تشتغل اوتوفوكس، يعني المشكلة الكاميرا ما فيها مشكلة. فسألته رجعت انه هل اللانس هيدي اسمها اي اف 75 240 4.5 5.6 دي، حرف الدي اخر شيء. فهيدي العدسة هي بتتصنف تحت عدسات النيكور اللي صدروا بال 1992 اللي هن عدسات مكتوب عليهم اي اف دي. الدي بترمز فور ديستانس، يعني بلشت بال 92 بلشت عندهم العدسات يعطوا المسافة للكاميرا، الكاميرا قادرة تعرف شو المسافة الشخص يلي عم ينعمل له عليه فوكس. هيدي المعلومات ترجع بتتروح لبعدين للفلاش وغير قصص. المهم هيدي قصة الـ AFD، هو العدسات الـ AFD بيعملوا فوكس بطريقة غير العدسات اللي هلأ الجديدة تعول النايكون. كانوا فعليا عندهم شيء اسمه سكرو درايف لانس. سكرو درايف يعني مثل فكرة سكرو درايفر أو مفك البراغة. ففعليا يعني هيدي الكاميرا فيها هيدا هالموضوع. إذا نحنا منفتح الكاميرا منلاقي في مثل فعلا مفك براغة موجود على جنب، وهيدا بيركب مع العدسة الـ AF، عدسات الـ AFD، ومنفك البراغة اللي بقلب الكاميرا فيه مثل موتور فعلا بيركب على العدسة المفك، ببلش يبرم. هو عم يبرم in و out، بيعمل بصير بيحرك الميكانيك أو الميكانيزم بقلب العدسة لتعمل autofocus. بس الكاميرا الـ 5100 ما فيها، الكاميرا نفسها ما فيها سكرو درايف فوكس ميكانيزم. بدنا نفتش مثلا على عدسات اللي أعلى منها، إذا نحن عم نحكي سيريز 3000 دي 3300 وكذا 3400، هيدا البيجنر أو الانتري ليفل، يعني أول شيء ممكن نايكون نتقدمه. اللي ورا بنطلع على سيري 5000، يلي فوقه سيري 7000، نحن عم نحكي بالكروب فريم. اي شيء من فوق دي 7000 او شو كان بيوازيه قبل 7000، شو كان يعني التوب اوف ذا لاين او الهاي اند بالكروب فريم من نايكون، بلش يكون عندهم صار فيهم سكرو درايف لانسز، وكمان بعد سيت الفول فريم فيهم هيدي الشغله. فنحن هلا عنا حلين، يا اما واحد بعدين بده يخلي العدسه ويصير يستخدمها مثلا على الفول فريم بعدين، يا اما فيك تستخدمها على كاميرتك تشتغل طبيعي بس حتصير تعمل الفوكس مانيوال، حتعمل فوكس يدوي ما حيكون فيها اوتوفوكس، ما في الا حل. هلا الحل الثالث انه فيك تبيعها، طالما انت بتبقى مستعمله فيك تبيعها مستعمله بنفس السعر، ما حتخسر يمكن تربح بالموضوع. فالعيب مش بالعدسه ولا الكاميرا، اثنينهم شغالين طبيعي بس هن منهم كومباتبل، ما بيتطابقوا مع بعضهم. هلا الحلو انه هول العدسات الـ AFD في عندهم قصص كتير حلوة، مثل النيكور 60 مليمتر الماكرو AFD تاخد صور ماكرو بالشيك بشكل كتير رهيب، وسعرها كتير تحت، ممكن تلاقوها تحت $100. بينما مثلا عدسات الأجدد من النايكون اللي بيكونوا هني لنقول 2.8G اللي هني بتكون فيها autofocus من النايكون الجداد، سعرها ما بيقل عن $500. هلا كمان في شغله تانية حنصير نروحها على عالم تاني لما فاتوا، هلا كمان على الميرلس النايكون الادابتر اللي احنا بنستخدمه لنحول من العدسات العاديه للميرلس بطلت كمان كومباتبل. فعملك الوحيد انه انت تصير تستخدم هيدي العدسه بكاميرات الفول فريم او الكروب فريم اللي فيهم سكرو درايف لانس اللي بيكونوا منن ميرلس، فيك تستخدم العدسه. غير هيك صارت عم بتصير شوي شوي أصعب، خاصة إذا انتقلت على الفول فريم كمان هترجع نفس المشكلة اللي هي هتكون بس فيك تستخدمها كماني والفوكس لانس. بس هيدي العدسة اللي فيها زوم رينج حلو 75-240، ففيك تشوف أنت شو بدك تعمل، القرار بيرجع لك. بس هيدي اللي هي كانت المشكلة اللي هي خبرية السكرو درايف لانس. في عنا سؤال تاني، فيك تعمل فيديو عن العدسات القديمة كيف نجيبها ونركبها على الكاميرات الجديدة بالتفاصيل الممل نظرا لسعرها المناسب، وين من العدسات القديمة على الكاميرا الجديدة كونفرتر؟
من وين بنقدر نحصل على كونفرتر للعدسات القديمه على الكاميرا الجديده؟ سؤال كتير حلو، وان شاء الله مع تقدم القناه هيدي وتكبر اكثر بصير بقدر فعلا نجيب معدات اكثر وعدسات اكثر والكونفرترز اكثر وكذا كاميرا ونجرب كلياتنا مع بعض لنوصل لهيدي المرحله. بس لهلا يلي انا فيه اقول لك عنه انه بدنا نشوف ممكن سوق الباله، سوق الاحد، سوق الجمعه، سوق الخميس، حيلا اسواق بتكون عندك بالبلد اللي انت فيها، على الفيسبوك اونلاين، اي شيء موقع بيعرضوا قصص للبيع بده واحد يضل دائما يفتش كل يوم او كل يوم اي يوم لا كل فتره يفتش على هول العدسات اللي بيطلعوا، عشان اغلب الاحيان بيكون مسؤول مثلا حدا من العائله كبير توفى، حيلا شيء من الجدود اللي عندهم كان بيهاوي تصوير عنده كتير عدسات قديمه وبيجوا الاحفاد مثلا بدهم يبيعوها او اي شيء تطلع هيك انه بيجي ليبيع مثلا كولكشن عدسات كبيره بيحطها على البيع اونلاين، فواحد بده يضل دائما يعني بفتش عليهم ليلاقيهم، فيه يجرب اي باي اذا بيلاقي او بيوصل للبلد اللي انت فيه. هلا كيف بنركبها على العدسات؟ نحن بدنا نشوف حيلا عدسات دغري بمساعده الجوجل لنقول اين عدسه كانون القديمه، لنقول كانون اف دي لانس، عشو بدنا نركبها؟ بدنا نركبها على سوني، نركبها على نايكون، بدنا نركبها على فوجي فيلم، بنحط كانون اف دي كونفرتر لسوني ماونت، ماونت يعني السيستم اللي بيركب عليه العدسه وهو بسموها ماونت، فبنحط كانون اف دي ماونت كونفرتر تو سوني اي ماونت، بنشوف شو بيطلع لنا كونفرترات بحوله من هيدي العدسه لهيدي العدسه. واكثر شيء حنفينا نستفيد من الكونفرتينج بالعدسه بالكاميرات الميرلس، لسبب انه لما تطلع على هول الكاميرات اللي منا ميرلس نحن عنا فراغ جوا طبعا من المرايه، من الفراغ من الباب للسنسر في عنا فراغ نوعا ما كبير، فهول العدسات بيكونوا قدام، كل عدسه بتختلف انه قد في فراغ بين العدسه والسنسر تبع الكاميرا الاصليه تاعيتها، فممكن مثلا اذا حطينا لها كونفرتر لنقول كانون اف دي مثلا، عم نعطي اكزامبل، حط لها نعمل لها كونفرت على نايكون يلي منا ميرلس، في احتمال ما تركب لسبب انه ممكن مع الكونفرتر تكون اللانس ما بقى قادر تعمل فوكس، صارت كتير كبيره المسافه بينه وبين السنسر، بينما لما نفوت على الميرلس عنا القابلية أو أسهل نصير نقدر نجيب كونفرترز ونحط عدسات قديمة على العدسات على الكاميرات الجديدة، بسبب أنه السنسر الفراغ بين مدخل اللانس وين بتركب للسنسر عنا فراغ صغير، فنحن ساعتها بنتحكم قد ما بدنا بالأدابتر بحجم الأدابتر للعدسة تقدر تعمل فوكس على السنسر. وبنفس الوقت في أشخاص هحط اليوتيوب تاعه تحت بيعمل مثلا 3D print، ممكن يجيب عدسات من بروجكتور تبع افلام مثلا اللي هي اصلا ما خاصة بالكاميرات، بس بيكون في عدسات تعول المايكروسكوب، عدسات التلسكوب، حيلا عدسة تعول السينما، تعول البروجكتور للسينما، تعول البروجكتور اللي بيعرض على الحيط، في هول كلهم فيهم عدسات، ففي واحد بمساعدة حدا بيعمل مثلا 3D printing يصمم له طريقة انه يهدي العدسة ويركبها على هيدي الكاميرا، بس اكيد بده يكون الفوكس مانيوال فوكس، وباغلب الاحيان حيكون مانيوال فوكس، في بعض الكونفرترز بيكون فيهم قطعة الكترونية بتسمح نوعا ما للفوكس، بس مش دايما بتزبط عشان في عنا مشكلة التطابق او الكمباتيبليتي بين الكاميرا والعدسة المختلفة، وبالاغلب يعني اصلا حتى العدسات القديمه اللي حلوه اصلا اللي احنا خارج نتحمس لها نعمل لها ادابتنج على كاميرات جديده بيكون عدسات قدام، بالاغلب اصلا حيكونوا مانيوال فوكس لانسز، بس حياته اداء كتير حلو مع النيو تكنولوجي تبع الميرلس، لسبب انه العدسات القديمه كان عندهم تركيز انه كيف شو اللوك او الفيلينج او كيف العدسه بدها تطلع الصوره بطريقه مهضومه 3D بسموها 3D pop، كيف العدسه عم تعمل فوكس الباك جراوند بلور، كانوا عم بيركزوا انه العدسه يكون لها كاركتر او يكون لها مثل شخصيه او ملمس لكل عدسه، بينما هلا العدسات عم بيكون تركيزهم اكثر انه كيف نعمل عدسه شارب تكون تعطينا دقيقه كتير، تعطينا تفاصيل كتير،
فدايما بده يكون في كومبرومايز، بده يكون في يا اما بدنا نروح على الشاربنس كتير ونزود عدسات او اليمنتس بقلب اللانس. فان شاء الله مع الوقت مع نمو هالقناه نحن بنقدر نصير نجرب اكثر، نطول اكثر، نجيب عدسات، نخترع، نجرب، نشوف نحن شو فينا نعمل قصص حلوه مهضومه. وانا حاسس انه هذا ان شاء الله هلا بشهر حزيران، شهر هلا جون، حنوصل ان شاء الله، يعني عندي احساس هيك حنوصل للألف سبسكرايبر، للألف متابع. فاذا انتم عم تحضروا بعدكم ما عملتوا متابعه، اهلا وسهلا فيكم بالقناه. وهيدا كان اول فيديو من هيدي السلسله، انه انا عم جيب اسئله بتجاوبوني بتسالوني اياها بالكومنت، بجاوبكم فيها بصيغه فيديو كرمال تكون هيك الاجابه دسمة أكتر وتعطيكم المعلومات اللي انتو حابين توصلوا لها بشكل أكبر. فإذا حبيتوا هالشي ما تنسوا اللايك، ونشوفكم بفيديو تاني.